هاي، أنا مريم يور كوتش من قناة لوليا. هيدي الحركة اليوم بتجمع عضلتين، الخواصر والجزء الأعلى من العضلات المعدة. إذا بدكم تعرفوا أكثر تابعونا. أهم شيء بهالحركة إنه نخلي كعب إجرنا تحت ركبتنا ونطلع صابع إجرينا شوي لبرا مشان نقدر نوصلهم وندق فيهم. ركزوا منيح إنه بهيدي الحركة عم بتشغلوا الجزء العالي من معدتكم والخواصر تبعكم، سو كل ما توصلوا لصابع إجريكم كل ما تاخذوا نتيجة أكثر وأسرع. في كتير تمارين فيكم تستفيدوا منها لشد عضلات المعدة. إذا بدكم تعرفوا أكثر سبسكرايب تو لوليا تشانل وفولو مي اون ماي سوشيال ميديا، وتذكروا مجهود صغير بيعطيكم نتيجة كتير كبيرة.